بيكم مع وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض أحلى جبنة كريمي بتاعت الكوبيات، جبنة خطيرة جامد جدا. وجمال وصفتنا النهاردة إن احنا هنعملها من الجبنة القريش، يعني هنعمل حاجة قيمتها الغذائية عالية وكمان مذاقها لذيذ جامد جدا، إن شاء الله هينال إعجابكم. نبدأ على بركة الله مقادير وصفتنا. معانا ربع كيلو من الجبنة القريش، كوباية لبن، ربع كوب من الزيت، 3 معالق كبار من اللبن البودر، 1 معلقة كبيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من الملح. دي مكونات الجبنة الكريمي. ممكن تضيف لها اطعم زي جبنه رومي، زيتون، شيدر، بسطرمه، لانشون، ممكن تكون ساده بدون الاطعم. تمام كده، هجيب بقى الكبه واحط فيها كل المكونات وهنضربها كويس. ممكن الكبه، ممكن شفشق الخلاط، اي حاجه، المهم ان الحاجات دي تتضرب كويس. نضرب بقى فيها كده كام ضربه كده لغايه لما كل حاجه تمتزج مع بعضها كده. تمام، نبدأ بقى نصبها وندخلها التلاجة. دوت القوام بتاعها اول ما صبناها، طبعا قوامها هيتقل شوية بعد ما ندخلها التلاجة، هتاخد قوام اتقل من كده. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى جبنة كريمي لذيذة ومغذية. يا رب كل وصفات تنال اعجابكم. ما تنسوش دعمكم للقناة من الاشتراك واللايك والشير علشان تكبر بيكم ومعاكم. كانت معاكم نادية فايد من مطبخ بيتزا شيف. دمتم في رعاية الله.